أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد 53 للدولة. نحن في أوقاف أبوظبي ننتهز هذه المناسبة لنعبر عن ولائنا وانتمائنا لوطننا وقيادتنا، ونؤكد التزامنا بالعمل حتى نكمل مسيرة الخير مع كل وقف نقيمه أو ننميه في مختلف القطاعات للمساهمة في تطوير المجتمع، حيث نستثمر في الإنسان ونبني مستقبل أجيالنا ومجتمعنا. ونجدد العهد في هذا اليوم بالحفاظ على إرثنا العريق ومواصلة مسيرة البناء والتقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة. عيد الاتحاد يوم غالي على قلوبنا كلنا، نفتخر فيه ونقول كل عام والشعب الإماراتي والقيادة الرشيدة بألف خير، وعسى الله يعيدها علينا وعلى وطننا بالخير والأمان، والله يرزق إماراتنا الحبيبة المزيد من التقدم والرخاء.